اصل هي حقيقة مش حقيقية، حقيقية يعني كل ما شفته ظرف الكل ظابط وعسكري موجود فهو موجود حقيقي. يعني هتلاقي كل حصل فيها ليه علاقة مثلا بحرب الاستنزاف، كل بالظبط، وكل يعني حالة البدوي بتوري اهل سينا كانوا عاملين ازاي، الضباط حياته كانت عامله ازاي، سواء في البيت يعني مثلا السيكونس بتاع استاذ احمد عز واستاذ هند صبري كان موجود في بيوت كل الضباط، المشهد بتاع السنترال ده موجود، وعلى فكره مرينا بيه في فتره القريبه دي برضو بالشكل ده لان كان في عدم وعي من الناس. فبالعكس برضو عشان انت هتزعل مني برضو ايه، حتى الصحفي الراجل في لما راح الكباريه لان الصحافه وقت الحرب واقفه فهو عايز ياكل عيش فبيروح، وقال لك انا كنت عايز اشتغل فلقيت نفسي في كان اسمه مين بس بقول كان ضحك كده فكان ضحك ضحك يعني. فكان كل النماذج دي موجوده حقيقيه، الضابط اللي روح اللي راح استشهد وامه مش عارفه توصل له، الضابط الصعيدي اللي مش عارف يرجع لابوه وده حقيقي بقى، انا مش عارف ارجع لابوه اقول له ايه سيبنا الارض، لان الصعايده برضو انا من المنيا بقى فانا يعني الارض ده مصيبه، فكل ده حقيقي. القصه مش لا يعني انت جمعت كل الحياه الحقيقيه في نطاق قصه. وبدوي ايه برضو كان ايام حرب الاستنزاف كده، وبعدين برضو لما حصل النكسه كانوا بيرجعوا كان في ناس ماتت متاهت من الصحر، يعني في ناس لما حصل الضرب ما عرفوا ما رجعوش. بس خلي بالك كمان انا عندي اصحابي كتير جدا ظباط في كل يعني مش جيش يعني في كله، ولينا اصحابنا كتير استشهدوا، فانا عارف القصه دي كويس، عشتها مع اهليهم مع اولادهم. انا عندي واحد من اعز اصدقائي استشهد اللي كان لسه مخلف ما شافش حد عيني وعارفه وعارف المعاناه اللي بيعانوها. ما خلي بالك ايه الفرق ما بين واحد ملوش ما بيشوف مش مع الناس واحد من الناس، انا بقى اتعامل مع الناس فبشوف كل حاجه، فانا عارف انت بتواجه ايه مثلا كراجل صحفي واعلامي، وعارف بس مرتباتك ايه ومحتاج ايه وعندك ايه وبتشتغل دلوقتي ولا لا. زينا كلنا زي ما انت عارف في مثلا في ممثلين ما بيشتغلوش ظروفهم صعبه، لا المرحله دي كويسه المرحله دي صعبه، فبنمر كلنا بحاجات بنبقى عارفينها.